نقاشات أخرى تدور اليوم هنا في الكوماسة وفي الجلسات اللي أنا حضرتها بتتكلم عن هو يعني إيه مفهوم التكامل الاقتصادي وإزاي ده يتحقق من خلال الاتجاه العالمي الجديد والمتعلق زي ما قلنا بالاقتصاد الأخضر. هنا بدعو حضراتكم برضو إحنا بنتابع هذه الحلقة أو هذه التغطية الخاصة لمتابعة لقاء خاص أجريناه هنا في دولة زامبيا من مقر قمة الكوماسة وانعقاد قمة الكوماسة مع أحد المعنيين بهذا المجال وهو السيد مارتن مولينجا. مارتن عنده مؤسسة خاصة معنية بفكرة الصناعات اللي بيعاد تدويرها وإزاي يتم التخلص من النفايات بطريقة آمنة وبطريقة تساعد على نهوض الاقتصاد أو تدر ربح اقتصادي، وحكى كثير في المسألة دي وحكى في بعض الآليات اللي يمكن تطبيقها اليوم في مسار الاقتصاد الأخضر بمفاهيم مختلفة وباتجاهات مختلفة. أجرينا مجموعة تانية مختلفة الحقيقة من اللقاءات بعضها مع مجموعة من المسؤولين من دولة زامبيا ومن عدد من الدول الإفريقية الأخرى، الكل يبحث عن كيفية تحقيق التكامل الاقتصادي والتكامل ما بين دول القارة الإفريقية. وهنا سألنا يعني أحد المسؤولين والمعنيين بقى بالحتة دي السيد أشا ساجار وهو رئيس رابطة المصنعين في زامبيا، سألناه يعني إيه أصلا التكامل الاقتصادي وإزاي يتحقق، والحقيقة أنه هذا الرد هو ما يتم مناقشته اليوم في جلسات الكوماسة. محتاجين يبقى عندنا دراسات حقيقية توضح كل دولة إفريقية ماذا ينقصها، ماذا تملك هذه الدولة الإفريقية، عشان نقدر نحدد إزاي نعمل التكامل دوت. في بعض الدول الإفريقية عندها إمكانيات بشرية كبيرة ومهمة، وبعض الدول الإفريقية التانية ما عندهاش الإمكانيات البشرية لكن عندها موارد طبيعية، عندها مواد خام، نقدر يعني نعمل التكامل أو التوظيف ما بين هذه الدول وتلك الدول عشان نوصل للصورة الكبرى المثلى وهي الاستغلال الأفضل لموارد القارة الإفريقية وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات اللي بتخرج من القارة الإفريقية، لأنه حتى اليوم عندنا خلل كبير جدا في خروج المنتجات في صورتها الأولية كمواد خام بتخرج إلى دول قارة آسيا ودول قارة أوروبا، هناك بيتم تصنيعها ثم تعود مرة تانية للقارة الإفريقية تتباع بقى للمستهلك النهائي ويكسب من وراها هذا المنتج أو هذا المصنع، في حين أن احنا بإمكاننا النهاردة نضيف قيمة ورا قيمة إلى سلاسل القيمة المضافة للمنتجات اللي بتصنع في إفريقيا وبالتالي نعظم من قيمتها في الاقتصاد الدولي. وده اتجاه بالمناسبة اشتغلنا عليه في مصر على مدار كم سنة اللي فات في مجال الرمال السوداء، في مجال الكوارتز في العين السخنة، عدد من المجالات شغالين فيها ان احنا يبقى عندنا القدرة على التصنيع في مراحل مختلفة مش بس في المواد الخام ومش بس في الصورة الأولية. مجموعة من الجلسات الأخرى تحدثت عن البنية التحتية، النهاردة ازاي نوصل للبنية التحتية اللازمة والبنية التحتية الأساسية عشان نقدر يعني نحقق التكامل الاقتصادي اللي احنا بنتكلم عنه، وعشان نقدر نقول ان احنا عندنا المشروعات اللي تحقق التنمية الحقيقية. البنية التحتية لا غنى عنها ولا بديل عنها، وكل اللي احنا بنتكلم فيه ده النهاردة لا يمكن ان يتحقق بدون البنية التحتية المناسبة والملائمة. الحقيقة مجموعة تانية برضو من النقاشات أو مجموعة تانية من العناوين اللي مطروحة النهاردة هي كيفية إشراك القطاع الخاص أكبر وبشكل أكثر في عملية صناعة القرار الاقتصادي وفي عملية مساعدة والتنسيق مع الحكومات المختلفة لتحقيق التنمية اللازمة.